الفنانة لوبا مروضة الأسود، بنرحب بحضرتك على قناة ميديا بلد. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، شرفتونا. نتكلم بقى بخصوص ترويض الأسود. المهنة دي خطرة قوي، يعني عايزين نتكلم عن أهم المخاطر اللي بتقابله. انت عارف طبعا ان عيلة الحل وهي متخصصة في تدريب الأسود والنمور، وطبعا مهنة خطرة مش اي حد ممكن ان هو يمارسها او يشتغلها. يعني مهنة تدريب الأسود دي مهنة من الألعاب الخطرة في السيرك، واحنا بنمتاز بيها. نمرة يعني مهنة صعبة وسهلة في نفس الوقت. صعوبتها ان انت بتتعرض لحيوان مفترس من وجهة نظر الناس عامة انه مفترس. اوكي، ده من وجهة نظر الناس، هو من وجهة نظر حضرتك مش مفترس؟ أليف. انا من وجهة نظري اسد أليف، ابني انا مربيه كويس ومستأنس ومؤدب وأليف بالنسبة لي انا. طبعا تعرف ان في اول حاجه بتبقى صعب، طبعا في التدريب من الاول خالص بيبقى صعب التدريب بتاعهم من الاول، تعودوا من الاول على اسمهم، بعد كده على المكان بتاعهم، بعد كده على حركات الشو اللي هو بيعملها. فطبعا بنلاقي صعوبات، في ممكن واحد يبقى مش واصله له المعلومه كويس، فده يتعبك شويه زي الاطفال بالظبط. ممكن واحد يكون ذكي قوي، واحد يكون يعني قليل الذكاء يعني. بس الحمد لله طبعا انا اتعلمت على ايد والدي محمد الحلو اللي هو مدرب الاسود، وننتي مدام محسن الحلو انا حفيدتها وخليفتها الحمد لله في الفقره وفي السيرك. انا بقالي 11 سنه بشتغل. الاول كنت بشتغل مع بابا في نفس الفقره بتاعته كمساعده ليه، بعد كده انا ليا فقره خاصه بيا في السيرك دلوقتي بعرض بيها. ايه تاني؟ طب عايزين نعرف المواصفات المطلوبه في مروض الاسود، اهم الحاجات اللي لازم يمتاز بيها. اول حاجه لازم يكون بيحب الحيوانات،
اللي بيحب حاجة هيحافظ عليها، هيخلي باله منها، هيحب ان هو يتعرف عليها اكتر. لازم يكون بيحب الحيوانات، لازم يكون بيهتم بيهم، لازم يكون شخصيته قوية، لازم يكون صبور، ان مش في يوم وليلة الاسد ده بيتعلم، لا ده لازم تاخده بشويش وبتديله اللحمة بالمكافأة وتحن عليه وتطبطب عليه وتلعبه. 11 سنة في السلك القومي اكيد فيها مواقف كتيرة قوي بتحمل ذكريات جميلة وذكريات أليمة في نفس الوقت. اهم انا اوريدي متربية هنا في السيرك، يعني انا اتولدت في السيرك اكتر من 11 سنة كمان. انا بكلم من فترة العمل بتاعتي، انا متربية هنا ومولودة هنا في السيرك طبعا. ايه الفرق ما بين السيرك في بداية ما حضرتك كنت موجودة هنا ودلوقتي؟ هقول لحضرتك، في الاول ما كانش فيه اهتمام، ما كانش فيه اي احساس بالسيرك خالص، كان سيرك بالنسبة للوزارة الثقافة كان ميت معدوم. دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا، استاذ ابو ليلى مدير عام السيرك بنى السيرك، يعني عمل روح جديدة، ولد روح جديدة للسيرك. وبالنسبة للشباب بيلعب سيرك في الاساس برضه، طبعا هو بيدعمهم وبيقدم لهم مكان حلو نضيف، يعني يقعدوا يعني ينبسطوا وما بيعرضوا، وفي نفس الوقت الجمهور والجست اللي هو جاي لهم يبقى سعيد بيهم. وطبعا سياده الوزير عماد ابو غازي اول ما قدمنا له كذا طلبات الصراحه يعني قال اوكي وعملها، بس ربنا يكرم بقى بقيه الحاجات ان شاء الله. احكي لنا عن موقف كده عمرك ما تنسيه اثناء عرض معين او اثناء بروفه معين. لا، هو موقف اثناء العرض، ان بعد ثوره 25 يناير الحيوانات قررت انها تعمل ثوره في السيرك وتقف وقفه احتجاجيه. ده حقيقه حصل فعلا، الاسود عندي في الارض وقفه احتجاجيه. هما كانوا متابعين الثوره وحاسين بيها؟ حاسين بيا، فقالوا يقفوا معايا، تضامنوا معايا مع الثوره. احمد ياسين، ممكن تكلمنا استاذ احمد على اللعبة؟ انا بقدم فقرتين في العرض هنا، فقره لوحدي اللي هي فقره توازن على الايد، وفقره انا واخويا اللي هي البايسكليت البايسكل. طب ممكن تكلمنا عن مخاطر اللعبه؟ هو بس عامه احبها يعني اقول ان السيرك عامه كله خطوره، يعني كل فقرات السيرك خطره، ما فيهاش حاجه محدده خطره او مش خطر، كله خطر. بس اللي انا بقدمها مثلا تحديدا الفقره بتاعتي، من انها بتبقى جهاز عالي شويه عن الارض وبطلع على كذا دور كذا حاجه، اكيد طبعا تشوفها في العرض، بيبقى طبعا فيها نسبه الخطوره اعلى، ان كل ما الواحد بيعلى فوق بيبقى نسبه الخطوره اكتر واصعب يعني. طب حضرتك تفتكر ليه السيرك القومي مش واخد حقه في مصر؟ والله بقى هي يعني لاسباب كتير قوي، يعني اسباب ان السيرك اصلا كان مش على الخريطه كفن في مصر، ما كانوش مهتمين بيه كوزاره او كحكومه او كده، ما كانوش مهتمين بيه، كانوا معتبرينه فن موالد، فن كده، مش معتبرين ان هو فن راقي جدا. وانا شخصيا واي حد يعتبره ابو الفنون، لان في كل حاجه، في الواحد بيلعب رياضه، بيمثل، بيلعب مزيكا، يعني كل الفنون شاملاه يعني. We'll be right back.
رحب عبد الخالق مديرة العلاقات العامة بالسيرك القومي. حضرتك السيرك في مصر مش واخد حقه كإدارة سيرك، إيه الخطوات اللي حضرتك هتاخدوها للارتقاء بالسيرك؟ والله هو الكابتن أبو ليلى بقاله تقريبا سنتين إلا أو سنة ونص تقريبا، هو بدأ فعلا يحط خطوات ثابتة للنهوض بالسيرك. بدأ إنه يبعت بعثات للصين، الدول اللي فيه بروتوكول ما بيننا وبينهم. بدأ فيه مدربين صيني يجونا برضو هنا. في بالنسبة للوزارة نفسها سيادة الوزير فيه خطة تقريبا من ثلاث مراحل، مرحلة أولى كانت السنة اللي فاتت، المرحلة بتاعت السنة دي خلص منها حاجات كتير قوي زي التكييفات اللي انت شايفها هنا في الخيمة دي، لأول مرة في تاريخ السيرك القومي يبقى فيه تكييف داخل الخيمة، فيه 9 كاميرات مراقبة، كل متر في السيرك تقريبا متراقب يعني. في أوض للاعبين بتبدأ إنشاء فيها، في مدخل جديد للسيرك بيتعمل فعلا بالفعل، كل الأجهزة بتاعت الدفاع المدني كلها اتعملت، ما كانتش موجودة برضو قبل كده وكلها بدأت تعمل، وحتى الدفاع المدني الجهة الرئيسية جات وشكرت إن إحنا من الجهات اللي هي نفذت التعليم كما ينبغي يعني. رفعت عبد الرحمن الشهير بمشمش اللي هو رئيس فريق التهريج هنا في السيرك القومي ومدير سلطة العرض في السيرك القومي. أستاذ رفعت، عايزين حضرتك تكلمنا عن السيرك بوجه عام. والله السيرك يعني حاليا دلوقتي حصل فيه طفرة جميلة جدا جدا، تم تطويره وتكييفه زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. كان طبعا الأول يعني كان فيه ناسينه خالص، حاليا دلوقتي بدأوا ان هم يتجهوا للسيرك وبدأوا ان هم يطوروا فيه، وفي نفس الوقت بدأنا نبعت كمان بعثات الخارج. حاليا دلوقتي بنبعت بعثات الخارج الصين، وفي كمان بعثة ان شاء الله نازلة راحة فنلندا ان شاء الله. وبدأ الاهتمام يعني بعد الثورة بدأ الاهتمام كده بالمكان دلوقتي حاليا.
محمد عصام الحلو. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ايه اللعبه اللي انت بتلعبها هنا في السيرك؟ بنمشي على السلك، ودي من اخطر العاب السيرك نوت، ودي بتعتمد على قوه تركيز عاليه جدا ولياقه بدنيه عاليه جدا. بدات تتدرب على اللعبه دي من امتى؟ بدات اتدرب عليها بالظبط من 3 سنين، ودلوقتي بقيت انا احسن واحد بيمشي على السلك في السيرك القومي. هل عملت عروض بره قبل كده؟ انا عملت في السودان، وان شاء الله في سفريه جايه لي في العراق، وان شاء الله يعني هيبقى احسن واحسن ان شاء الله. شايف ان السيرك في مصر واخد حقه من حس الاهتمام الاعلامي او من حس اهتمام الجمهور؟ يعني هل العائله المصريه مثلا بتحط السيرك كاولويه اولى عندها زيه زي السينما لما يحبوا يخرجوا يتفسحوا او كده؟ هو السيرك الاول كان زمان كان واخد، من ايام التسعينات كان واخد اعلاميه جامده، وكان الجمهور بتحب السيرك، لكن دلوقتي ما فيش اعلاميه وما فيش ناس بتحب السيرك، وفنانين السيرك طبعا ما فيش، يعني بنطلب من وزاره الثقافه عندنا حاجات وما بتجيناش.